كشفت مجلة فوربس عن وصول عدد المليارديرات إلى 1645 مليارديرا حول العالم طبعا خلال عام 2014، وهذا رقم قياسي جديد بالنسبة للعدد. فقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في هذا الصدد بحوالي 492 مليارديرا في الولايات المتحدة فقط. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب الصين و152 ملياردير. أما بالنسبة لروسيا فقد احتلت المرتبة الثالثة و111 ملياردير. على كل هذه الأرقام، ولكن لابد الإشارة هنا إلى أن 1080 منهم من هؤلاء الأشخاص هم عصاميون فقد جمعوا ثرواتهم بأنفسهم، وهذا طبعا يعني ربما رقم كبير جدا. أما بالنسبة للائحة الخمسة الأولى فقد عاد السيد بيل غيتس إلى المرتبة الأولى برصيد 76 مليار دولار بعد أن كان متخلف عن المرتبة الأولى لحوالي 4 سنوات، طبعا لصالح كارلوس سليم الذي احتل هذه المنصب لحوالي 4 سنوات. على كل بالنسبة لبيل غيتس فقد كان على المرتبة الأولى بحوالي 15 مرة في 20 عام الماضية. أما بالنسبة للمرتبة الثانية فكما ذكرنا كارلوس سليم، والذي بلغت ثروته 72 مليار دولار بتراجع بحوالي 1 مليار. أما بالنسبة للمرتبة الثالثة فهو أمانسيو أورتيغا بمبلغ قدره 64 مليار دولار، وطبعا هو صاحب دار الأزياء زارا. ففي المرتبة الرابعة يأتي وارن بافيت برصيد 58 مليار دولار، وطبعا بالنسبة لوارن بافيت وهو صاحب الإمبراطورية بالنسبة لبركشاير وهو في المرتبة الرابعة. أما بالنسبة للمرتبة الخامسة فهي للاري أليسون وهو مؤسس شركة أوراكل برصيد 48 مليار دولار. هذه هي طبعا المرتبة الخامسة الأولى، هي تتغير بشكل بسيط، ولكن في الملفت في هذا التقرير وهو كان مارك زوكربيرغ. فقد احتل مارك زوكربيرغ طبعا المرتبة 21، ولكن شاهدنا هذه الثروة تتضاعف من 13.3 مليار دولار إلى 28.5 مليار دولار، طبعا وذلك مع ارتفاع سهم فيسبوك بأكثر من 140% خلال العام الماضي. وقد احتل كما ذكرنا يعني ربما ليس مركز الحادي عشر ولكن 21، فقد ضاعفت ثروته ب 28 مليار و500 مليون دولار، هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 29 عاما فقط. أما عربيا فالأمير الوليد بن طلال بطبيعة الحال وقد احتل المرتبة 30 بثروة قدرها 20 مليار و400 مليون دولار، طبعا السيد الوليد بن طلال. طبعا هذه الثروة قد جمعها على فترة، ولكن بالنسبة لي الجدد الذين دخلوا هذه اللائحة فكان جان كوم وهو مؤسس الواتساب وهو من أحدث الشباب الذين دخلوا هذه اللائحة، وطبعا قد بلغت ثروته حوالي 6.8 مليار دولار، وذلك بعد أن باع واتساب إلى فيسبوك بقيمة 19 مليار دولار. وكان إلى جنب طبعا بالنسبة لجون وهو براين أكتون، والذي أيضا وصلت ثروته إلى 3 مليار دولار.